موري لحمزة 25 سنة كنسيان سبوري في ديكوراسيون ناشط في المجتمع المدني نسكن في المحمدية فاسيليتاتور بروجي يوث أكت. Bon, Amira Mansouri, j'ai 18 ans, notre première année faculté préparatoire. Nous sommes Mohamedia, nous sommes de Narous. Abdelkader Mouré, 19 ans, première année faculté Mohamedia, Taba Power Team. Omar Badabous, 23 ans, groupe Hamza Mouré Power Team. Salam alaikum, je suis Mouréti, 23 ans, Asir Mantak Mohamedia. أنا سيف الدين الخضري نسكن في المحمدية عمري 25 سنة نخدم في شركة خاصة. اليوم احنا جروب باور تيم اللي هو جروب المحمدية ضمن 18 واحد على رأس منا فاسيليتاتور. العروض اللي هما ثلاثة عروض فيلم دي كومونتير مع مسرحية وتيم ونياش. حاولنا باش نحكيو الحاجات اللي نجمو نصلحوهم في البلدية بتيل فاسون كل وقت اللي يخزرولهم العبيد ولا كان يتفاعلوا مع الفيلم ولا مع البيس دو تياتر، يعني كان اللي يبعثوا فيهم ميساج مش باش يقولوا يعني ها كل شيء سبب با خلينا ما نعملوا حتى شيء ما دام حتى شيء سبب با امبوسيبل كان باش يتصلح. لا احنا نحاولوا او ميم تون نعطيو دي بوان نيجاتيف وننتركلو في الوسط حاجه تحفونا، يعني كان يتبعثوا فيهم فرحه بتيل فاسون يحسوا ولا بالحزن ان بو كي دونك تشجعهم باش ما ينتخبوا كل شيء. الفيلم دوك كان نحكي عليه هو حكي على جون عازف على الشأن العام المحلي، حكي على مشاكل الجون وعلاقتهم بالجوفرنس لوكال في المنطقه هذيك. ومن بعد تعدينا للمسرحيه اللي هي تابعه الفيلم. ديجا المسرحيه حكيت على الصراع اللي في البلاد كما جسدوه هما في المسرحيه، ومن بعد حكيوا على معناتها كل واحد اخذ ايماج معينه موجودة في البلاد وفي المناطق اللحوم الشعبية الكل، ومن بعد معناتها الحل الوحيد واللي في الاخر خذيناه اللي هو الانتخابات واللي احنا لازم نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا باش نصلحوا البلاد. ونوصلوا رسالة للأشخاص معناتها اللي ماهيش واعية ونفهموهم شنو أهمية الشاب في العمل الميداني وفي العمل البلدي ونطوروا المناطق نتاعنا. بيسك محمدية معروفة منطقة مهمشة ومنطقة حتى برشا ناس ما يعرفوش حتى وين تجي محمدية، ونحب نوصلوا صوتنا لأكثر ما يمكن من العباد. أنا ديجا قلتها وقت اللي ريت الفيلم أول مرة أثرت وعيني زادت بالدموع وبكيت عليه خاطر ريت المحمدية بالفاسون هذيك. أنا مولود مستثمر محمدية وأعتز وأفتخر ونتشرف بها. نحب نوصل ميساج اللي رانا تعبنا على الاخر ونحب نبدلو براسي نحب نبدلو على الاخر الحمد لله حتى راه كبيرة و معناها فيها برشا عباد برشا عباد وما فيها مفماش لا جملة منسية نقطة كحلة في الخريطة الحمد لله عصيب راح نحب نبدلو نحب نرضى نقطة بيضة هذيك. اللي جان العازفين على الشارع المحلي اللي جان ولاد الحومة الشعبية اللي أنا من الحومة الشعبية وكيفي كيفهم ويمكن من أكثر الناس اللي نعرف بالحق العباد هذيك كيفاش تعيش ونعرف العباد هذيك علاش تخمم انها ما تنشطش في جمعيات وانها ما تنتخبش وانها ما في حاجات عندهم الحق، لكن في حاجات عندهم الحق بحكم الانتوراج اللي يعيشوا فيه والعيشه نتاع بلادنا ككل، لكن ماهوش حل ان نقعدوا مكتفين يدينا، ماهوش حل ان نقعدوا ساكتين وما نعملوا حتى شيء، ماهوش حل الخطر ما نبدلوش احنا ماهمش باش يتبدلوا هم. وقت اللي تجي انت تحكمني تحكم لي حومتي وانا ما نقولكش راني نحب حومتي هكا مش باش تتبدل معناها. دونك لبش ندخلوا في صراعات معاهم، لبش نقول لهم بالقوه كذا، لا باش نكونوا واعيين باش نفكروا باش نخموا باش نبدعوا باش نخرجوا الانرجي الخايبه اللي في بدنا وباش نحاولوا نبدلوها للحاجه الباهيه. دونك لجون العازف نقول له حاول تفكر خمم مليح، اغزر لحومتك اغزر لروحك واغزر لاصحابك وان شاء الله ربي يوفقنا الكل. ما عنديش برشا من دخلت سوسيتي سيفي، دخلت من باب كبير اللي هو جاسما فاونديشن ومثالك اللي هو مشروع شباب فيها. والله بالحق جو سوي فيغ اللي انا عرفتهم،
دي جينيراسيون مختلفين، المونتاليتي معناتها لا فاسون دو بارلي ولا حتى الاسبري نتاعهم كلهم مختلفين، كل انسان كيفاش، اما كتعايشنا مع بعضنا يعني بالحق اكسترا. انا نحبهم الكل كل على الاخر ونقول لهم بالرسمي جو سوي فيغي انا عملت معكم البروجي هذا وتعدت يعني تعدى وقت مش نورمال. انا واحد من الناس معناتها نضجت فكريا، فما حاجات كانت عندي معناتها غامضه ومفهمشين كيما نكون نفضل عليهم غبره، فما حاجات كانت عندي افكار غلط تصلحت، فما وليت معناتها نزيد نناقش ونسال وليت معناتها سامحني معناتها وليت كيما نقولوا نجري في جرة المعلومه، وليت معناتها تحب نعرف شنو هي بلدي شنو هي كذا. يوثاكت بالنسبه لي انا كيما حكيو قبيله فما الترانسفورماسيون، انا من الاول على اول ما دخلت معناها كيما الماجوريتي مانيش نستنى في حاجه كبيره ياسر، دخلت اما انا من تبعي اني ما نحكمش الا ما مره، انا قلت من الاول نجرب كان هيك بيه كذا معناها عجبتني يا كنب كم كان هيك برا نقول يا ستوب يس، اما عجبتني على الاخر